طيبا شبانا وفتيا تحياه بهاء وسناء وتفوق جميع الأقران أنعم بالنشء فقدوته. المتسابقة الثانية حنان مصطفى خلفي من الجمهورية الإسلامية الإيرانية. والأخرى ترقى بجناني أبشر في الدنيا بالهناء والأخرى ترقى بجناني قد أنزل ربي القرآن نورا للناس وتبيانا أحيا بهداه وشرعته شيبا شبانا وفتيانا نمضي في الدنيا بثبات وعزائم نهدي الإنسان ونسوق القيام سورة ماريا لا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبي يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان
سأسأل